دبي فيها أكبر مصنع سكر في العالم لإعادة تصدير السكر، ومنستغل وجودنا في دبي اللي هي البنية التحتية القوية الحمد لله. صادراتنا تقريبا في حدود 1.5 مليون طن سكر، نستهلك بس 250,000 في الدولة. مشروع القناة للسكر هو مشروع صناعي زراعي، وإقامة أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر في العالم بطاقة 900,000 طن. حجم الاستثمارات للمشروع في حدود 1 مليار دولار،